فأخذوا أي كل واحد يبغض الآخر بلا سبب. إنما أنت حب في الله وابغض في الله. الله يحب حبك لله وبغضك في الله. نعم. لأن ما دام هتحب في الله ربنا يرزق ناس يحبوك في الله. الله. تبغض في الله يبغض يرزقك ناس يبغضوا في الله. يبقى زي ما أنت هتعمل هينعمل فيك. نعم. فما تقولش إن الشرع متقصدني. لا ده هو وعد الحكم لك ولغيرك. إذا قال لك لا تسرق مالا من أخيك ما عدتش حريتك. لا حدد حرية الملايين من الناس ألا تسرق منك. إذا قال لك لا تنظر إلى محارم غيرك فكذلك طلب من الناس جميعا أن لا ينظروا إلى محارمك. يبقى أنت اللي كسبان في كلا إيه في كلا الأمرين. نعم. ولكن البغضاء إذا تمكنت خصلة البغض للناس نشوف انت بغضه ليه. ان بغضته لسيئة بالنسبة لله فعلها يبقى ادي تساب عليها. لكن انت ما تتحركش بالبغض ده الى انك تضره. ابغض من شئت واحبب من شئت. نعم. دي عواطف لا يمكن لأي عقل ان يتعكب فيها. نعم. لكن حبك لانسان لا يجعلك تظلم الناس له وبغضك لانسان لا يجعلك تظلمه للناس.